السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب مدرسة كاي باي. I would like to welcome all of you. النهاردة بنتكلم في مادة الكمبيوتر about for grade 6 about data and information. This is lesson 3. طبعا اتكلمنا في الليسنز اللي فاتت على مكونات الكمبيوتر، وعرفنا ان احنا بيتكون من اربع مكونات: hardware, software, humanware, data and information. النهاردة هنشرح ايه هي الـ data and information بالتفصيل. data: there are many kinds of data. names and numbers are data. sounds and music are data. picture and drawings are data. يبقى كل الحاجات دي بتعتبر data. names الأسماء اللي بنكتبها جوه جهاز الكمبيوتر دي بتعتبر data. numbers, music, sounds, pictures كل دي بتعتبر ايه؟ data. طب امتى تبقى information؟ لو جمعت مثلا مجموعة من الصور وحطيتهم جوه فولدر واحد وسميته this is my pictures، فهنا عملت الفولدر ده أصبح information. بس جوه الفولدر ده في ايه؟ في data، مجموعة من الصور كل صورة لوحدها تعتبر ايه؟ data. يبقى الانفورميشن information is processed data such as listed tables. يبقى احنا لما بعمل جدول زي دوت وبكتب فيه مجموعة التواريخ او الارقام دي او الاسماء دي، فاصبحت كلها كده عبارة عن ايه؟ عبارة عن information، بس كل حاجة لوحدها تعتبر data. وليستد لو عملت هنا ليست بالشكل دوت مثلا name, age, country وعملت حاجة زي كده اصبحت ليست، اصبحت ايه؟ information. الموضوع سهل جدا، عايزين نركز فيه. النيمز لوحدها والنمبرز لوحدها تعتبر كل حاجة منها ايه؟ داتا. بس لو جمعناها، لو جمعنا النمبرز دي مع بعض هتعمل حاجة اسمها ايه؟ information. نفس القصة في النيمز، احمد لوحده نيم داتا، طيب محمد لوحده داتا، ابراهيم لوحده داتا، لو جمعناهم كلهم مع بعضهم هيعملوا ايه؟ هيعملوا information. اتفقنا؟ خلاص، هو الموضوع كده سهل وبسيط، وكده خلصنا الداتا اند انفورميشن. ثانك يو فيري ماتش، وهشوفكم ان شاء الله في السيشن اللي جاي.